تسألنا نحن نقول إيه دائما في ألمانيا وليس في ألمانيا فقط بين النصارى يقول دائما عيسى من ناصرت من نصارى من هذه المدينة ناتسوت بالإنجليزية. So قال القسيس الإنسان دائما ينسب إلى المكان الذي ولد فيه. فقلت له ولماذا هو يسمى هكذا وهو ولد في بيت لحم؟ لماذا أنتم تقولون هذا؟ فقال هذا القسيس نحن الآن العلماء للإنجيل يعتبرون هذه القصة عن مولد عيسى في بيت لحم مزيفة، وأنها أدخلت في الإنجيل لكي تتناسب مع نبوة في عهد القديم، وهذا فعلا مناقشة عندهم، هذا فعلا مناقشة عندهم، أنهم يظنون أنه ولد في نازرت ولم يولد في بيت لحم. بالنسبة كثير من المسلمين يقولون عيد هو ولد في بيت لحم، هذا من الإسرائيليين، ليس هناك يعني حديث صحيح. أنا سألت شيخا عن هذا الموضوع، ليس هناك حديث صحيح أنه ولد في بيت لحم. إذا وجد أحد يعني حديثا صحيحا عن هذا أنا أقول سمعنا وأتعلم، ولكن على كل حال هم يشكون في ذلك وهذا هو. وأنا بعد ذلك بحثت أيضا عن المسألة، لماذا عاشت أمه في نازرت وهو ولد في بيت لحم؟ القصة أنه سافر، لأن بيلاطس الإمبراطور بيلاطس ليس بيلاطس آخر أراد أن يعد عدد السكان هناك في فلسطين. إذن أنت إذا أردت أن تعرف عدد السكان في الدوحة هل تقول لسكان الدوحة تعالوا إلى الرياض؟ هذا معقد جدا خصوصا في هذا الزمان، لم توجد سيارات ومثل هذا. الآن هذه المرأة الحاملة تذهب مع يوسف إلى القدس، ما الحكمة من ذلك؟ ثم أين بيت لحم؟ نازرت شمال القدس وبيت لحم جنوب القدس. إذن هذه المرأة الحاملة تمر بقدس إلى مكان جنوب القدس.